الأهلي المصري يصطدم ببايرن ميونخ الألماني في قمة مباريات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، والمشجع المصري في المملكة الأردنية الهاشمية ينتظر المباراة على أحر من الجمر. فهل سينتصر الأهلاوي على البافاري؟ لنتابع معا. أهلاوي أكيد بدك الفريق يفوز ولا يطلع بصورة حلوة؟ لا بمشية الله أن الأهلي إن شاء الله يقدم مباراة إن شاء الله حلوة بمشية الله، إنما في الآخر هنتغلب، يعني أبناء ببايرن ميونخ يعني شيء طبيعي إن شاء الله هنتغلب بعون الله، انما اكيد هنعمل ماتش حلو بمشيئة الله، ونتمنى اتمنى من قلبي ان شاء الله الاهلي يغلب، مش بعيد عن ربنا يعني الاهلي يغلب ان شاء الله ويشرفنا ويشرف الكره بتاعتنا ان شاء الله. مدرب الاهلي بوسماني صرح في المؤتمر الصحفي انه الاهلي قادر على ان يتجاوز بايرن ميونخ لكن بصعوبه. اكيد الماتش ماتش اكيد صعب على النادي الاهلي، انما بمشيئة الله يعني هنعمل ماتش امانة الله، هنعمل ماتش جميل مع الاهلي ان شاء الله. لو ممكن الاهلي يفوز، كيف ممكن يفوز الاهلي على بايرن؟ والله مبدئيا كده بدنا نبدا تشكيله يعني اقرب للدفاع، يعني يكون ملاهم وتحافظ شويه، يعني بيلعب قدام بايرن ميونخ شو بده يعمل يعني؟ بده يفتح دفاعاته يعني؟ اكيد يعني بده يقفل شوي ورا. مواجهه صعبه بتنتظركم قدام بايرن ميونخ، شو بتطلب من لعيبه الاهلي في المباراه؟ انا بطلب من اللعيبه يشدوا حيلهم وان شاء الله الثقه في الله وفيهم وهيكسبوا ان شاء الله. حتى لو خسروا برضه هنفضل اهلاوي وافضل طول عمري اهلاوي، وانا بحب الاهلي وافضل طول عمري بحب الاهلي. مهما يخسر مهما يكسب برضه معه. مباراة صعبة بكل تأكيد. أكيد طبعًا. بس إن شاء الله إحنا مع الأهلي، وإن شاء الله يغلب. ممكن الأهلي يعملها؟ إن شاء الله. تتوقع فوز الأهلي على بايرن ميونخ بكرة ولا صعبة ومستحيلة؟ مستحيل يبقى صعب. ليه؟ الأهلي طول عمره متفوق. هيغلب إن شاء الله. هيفوز إن شاء الله. بروح الفانيلا الحمراء؟ مستحيل. الفانيلا الحمراء تفضل حمراء طول عمره. لان الاهلي بصمه، الاهلي بصمه ويفضل طول عمره بصمه. لو كان جيل ابو تريكا وعماد متعب ومحمد بركات ممكن يفوزوا هاي المباراه؟ والله بيفوز. جيل افشه، بص انا ماليش في الكره قد كده، بس انا متوقع الاهلي يفوز لان انا اهلاوي وهفضل طول عمري اهلاوي ابا عن جدا وعيلتي كلها اهلاويه. هل تعلم عزيزي المشاهد ان فريق الاهلي المصري هو ثاني أكثر الفرق خوضاً للمباريات في مونديال الأندية بعد فريق أوكلاند سيتي نيوزيلندي متخطياً ريال مدريد الإسباني، ومع نهاية البطولة سيكون الأكثر خوضاً للمباريات في كأس العالم للأندية. الأهلي حديد، مباراة بكرة صعبة جداً جداً جداً، ما حدش يتوقعها، والكل متفائل خير بالأهلي، وإن شاء الله أنا كمان متفائل خير. ايش متفائل؟ متفائل ان اللعيبه ان شاء الله تكون رجاله على قد المسؤوليه، وان شاء الله يكونوا بس احنا عايزينهم لما ينزلوا الملعب يأدوا اداء رجولي، ان شاء الله باذن الله يفرحوا الشباب حتى لو ما فزناش، يأدوا اداء رجولي يكونوا كويسين في الملعب. هو ده اللي احنا مش محتاجين منهم اكتر من كده، يعني يكونوا على قدر المسؤوليه وان شاء الله يأدوا اداء مشرف لمصر بالكامل والوطن العربي. هو بيقابل نادي كبير، نادي عريق، هو واخد احسن نادي في العالم وفي احسن لاعيبه في العالم، ولو حاولنا ان احنا نقول الميزانيه بتاعه الفريق البايرن ميونخ 20 ضعف او اكتر من 20 ضعف النادي الاهلي، في لاعب واحد باللعيبه اللي هتلعب بلاعيبة النادي الأهلي بالكامل، فإحنا عايزينه بس يعمل اللي عليه في الملعب، والرجالة تكون على قدر المسؤولية، وإن شاء الله حتى لو ما فزناش هذا بالنسبة لنا فوز، إن إحنا لو انهزمنا هزيمة قليلة طبعا مش هنكون زي برشلونة ننهزم 8 والكلام ده كله. في أكتر الناس الشامتين بيتكلموا بهذا الموضوع، أنا عارف مين الشامتين، طبعا عندي منافسة لينا بتتكلم إن إحنا انكم مش احسن من برشلونه عشان تعملوا قدامهم جيم كبير والكلام ده كله. لا احنا ان شاء الله باذن الله هنأدي في المباراه، ان شاء الله هنعمل مباراه تليق بالشعب المصري، تليق بافريقيا، تليق بالوطن العربي بالكامل. للي مش واثق بفوز الاهلي على البايرن، الاهلي فاز على البافاري 2-1 عام 1977، وباخر مباراه بين الفريقين تحديدا في عام 2012 في الدوحه انتصر البافاري بصعوبة 2-1. كيفوها يا رجالة؟ اتابع مباراة بايرن ميونخ، الأهلي ممكن يعملها؟ والله احتمال إن شاء الله، إن شاء الله أمرنا بالله. ممكن يخسر نتيجة كبيرة؟ لا لا. ليه؟
ممكن لو خسر واحد او اثنين عادي، بس ممكن يفوز او ممكن يتعادل. لو خسر نتيجه كبيره راح تتخلى عنهم؟ لا لا، ولو خد 10 شرف لي برضه، يلعب احسن فريق في اوروبا. الاهلي اول فريق عربي بيحصد ميداليه في مونديال الانديه اليابان 2006 في عهد ابو تريكا. الاهلي سبورتينج كلوب 2 بوتريكا 2 وكلوب امريكا 1، يا ريت يبقى في الواحد. عصام الشوالي الفرعون الصغير مركز، كوره ممتازه، جول بوتريكا، بوتريكا ممكن يخلصها، بوتريكا يلعب لفلافيو، بوتريكا والثاني، الثاني بوتريكا ممكن يخلصها وجول. انت زملكاوي بس راح تشجع الاهلي، نادرا هاي ما تصير في كره القدم. لا مش نادر طبعا، هاي فريق مصري بيلاعب في انديه يعني في كاس العالم للانديه، فلازم نشجعه. حتى انا لو زملكاوي هذا فريق مصري لازم ان انا اشجعه. هاي انا اشجع الزمالك، الزمالك انا بعشق الزمالك، بس الاهلي فريق مصري لازم ان انا ادعمه. كيف بتشوف المباراه؟ ممكن الاهلي يفوز ولا صعبه؟ المباراه صعبه، بس الاهلي انا يعني احساسي ان الاهلي هيعمل مباراه قويه بكره ان شاء الله. الاهلي هيعمل مباراه قويه. موجود في قطر تدعم الاهلي من المدرجات؟ طبعا طبعا طبعا. لا ما بلبس الاهلي، انا بلبس الزمالك، بس هدعم الاهلي. يقدم مباراه تليق بمصر، يعني النادي الاهلي يعتبر هو منتخب مصر، هو والزمالك، فاهم ازاي؟ فاحنا نتمنى ان هم يعملوا مباراه بغض النظر عن النتيجه، فاهم ازاي؟ يعني بغض النظر عن النتيجه ويعملوا مباراه كويسه تليق بمصر. كل الشعب الاردني راح يوقف مع الاهلي، انت كاردني بتشجع فريق الاهلي وبتحبه. مباراه على الاهلي قدام بايرن ميونخ سهله ولا صعبه؟ اكيد صعبه، يعني كفريق كبايرن ميونخ غلب برشلونه 8-2 راح تكون كثير صعبه على الاهلي، بس احنا كونا عرب لازم ايش نوقف مع مين؟ مع الاهلي، مع اني انا كذلك بفضل البايرن، بس بهيك اوقات لا اكيد اهلي، وان شاء الله الاهلي راح تفوز. كم النتيجه طيب اذا تفوز؟ يا سيدي تفوز 1-0، بس المهم انها تفوز. ان شاء الله. مباراه صعبه مع بايرن ميونخ، ممكن الاهلي يعملها؟ والله انا اتوقع ان الاهلي يتعادل. طيب لا، البال ميونخ هاي مباراه صعبه. ماذا لو الاهلي فاز هالمباراه؟ بتطالبوا في حصد الحصول على اللقب؟ والله مش صعب، انا بطالبوا بالحصول على اللقب. لو خسر الاهلي بنتيجه كبيره حتبطل اهلاوي؟ لا طبعا، الاهلي هذا من صغر الواحد، يعني من صغر نحن طالعين اهلاوي، يعني لا ما بتخلى عن الاهلي، اهلاوي ودم اهلاوي.